هناك دوران فقط في عالم الحيوان، إما أن تكون الصياد أو الفريسة. الغرائز والرغبة في البقاء بين أقاربها تجعل الحيوانات تقاتل حتى النهاية، وأحياناً تتعرض لمخاطر غير معقولة. في هذه الحلقة تدور حول ذلك. سترى اليوم أكثر المعارك قسوة والتي تم التقاطها على الكاميرا في 2022. هيا بنا. المساعدة الأخوية، هذا ما أسمي به ما حدث أمام السياح في بوتسوانا. جاء الناس لمشاهدة الحياة البرية، وبحلول القدر حصلوا على المقاعد الأولى على المسرح وهو الماء. قرر أسدان قطع مسافة قصيرة والوصول إلى الشاطئ المقابل قبل بدء رحلتهما. ألقيا نظرة جيدة وتأكدا من عدم وجود المفترس الذي في الماء، وكما اتضح قريبا كان هناك مخلوق ذكي واحد في الماء تفوق على كلا الأسدين. إنه التمساح الذي انتظرهما للسباحة لمسافة ثم أسرع وأمسك بالصغير. من الخارج بدا الأمر كما لو أن المخلوق ليس لديه فرصة للهروب على الإطلاق. لحسن حظ الأسد كان شقيقه قريباً ولم يتركه أبداً. هرع فوراً إلى مركز المعركة وقدم الدعم. كان الأكبر حريصاً على المساعدة لدرجة أنه ذهب هو والتمساح تحت الماء، بينما عاد الأصغر بسرعة إلى الشاطئ. ربما تعتقدون أن القصة انتهت وأن المنقذ أصبح فريساً، لكن كما اتضح بعد قليل لاحظ السياح الأسد الثاني يمشي على الضفة البعيدة للنهر. بشكل لا يصدق نجا كلا الأسدين ولم يصابا بأي أذى. لنتحدث الآن عن غرير العسل والقصة التي حدثت له. إذا كنت لا تعرفه فإنه صغير بما يكفي لدرجة أنه لا يبدو خطيراً أو قوياً. هكذا يبدو ليس فقط للناس ولكن أيضاً للحيوانات. هذا هو السبب في أن هذه الفهود الثلاثة قررت مهاجمة غرير العسل. اختاروا تكتيك الإرهاق بشكل منهجي. نهشوا غرير العسل من جوانب مختلفة، مما أجبره على أن يكون دائماً على أهبة الاستعداد ويصد الهجمات باستمرار. توقعوا بالبداية أن يتعب بسرعة، لكن الفهود لم تلاحظ مدى شعورها بالملل من مقاومته. الحماس والقوة في هذا الوحش الصغير لم يتلاشى أبداً، ونتيجة لذلك تصاعدت المعركة لدرجة أنه أصبح غاضباً وفضلت الفهود التراجع. على ما يبدو تعرض للهجوم من قبل فهود صغيرة لن تجرؤ المفترسات ذات الخبرة على لمسه حتى. تعرف العديد من الحيوانات البالغة أنه أقل الثدييات خوفاً على وجه الأرض. ليس له أعداء حقيقيون لأنه قوي ورشيق، وعادة لا يمكن عض جلده السميك من الثعابين السامة أو حتى القطط الكبيرة. أخرى على عكس البشر، فإن لدغة صغيرة من أفعى لن تؤذيها، لذلك لم يكن هناك ما يدعو للقلق. المعركة من أجل الموطن. أحياناً في البرية لا توجد معارك فقط يريد فيها واحد أكل الآخر. في بعض الأحيان قد يكون السبب هو الدفاع عن الحدود. مثلاً يظهر هذا الفيديو جوجر تدعى بلينكا عائدة إلى منزلها على ضفاف النهر حيث نشأت منذ سنوات عديدة. لم تذهب لهناك بمفردها ولكن مع أشبالها. مع ذلك عاشت أخرى تدعى روب سيتر هناك بالفعل مع عائلتها. من الواضح أنها لم تكن تنوي مغادرة هذه المنطقة المريحة، ولكن بغض النظر عن مدى صعوبة محاولة روب سيتر وعن مدى إيذائها لبلينكا فقد فشلت. أثبتت قوة إرادة البطلة الأم أنها أقوى، وأخيراً أعادت نفسها وأطفالها إلى المنزل. كانت الأسود الثلاثة تعبر النهر بهدوء عندما ظهر فرس النهر فجأة من العدم. من العدم لن يكون التعبير الصحيح هنا. يجب أن يسمع هذا الضخم قبل دقائق من ركضه. مجرد إلقاء نظرة على مدى سرعته بقطع الماء والركض نحو المتسللين، قرر أحد الأسود على الفور العودة إلى شاطئه. لست بحاجة إلى هذه المغامرات، هكذا قالت، وواصل شقيقاها المضي قدما. كان أحدهما محظوظا ولم يكن هدف فرس النهر، لكن الآخر كان أقل حظا. كاد أن يعلق بين فكي فرس النهر القويين. بمعجزة ما تمكن الأسد من البقاء على قيد الحياة. أتساءل ما الذي جعله غاضبا. حقيقة أن بعض الأسود تمشي في منزلها. أنا أقترح أن يعيد الجميع النظر في لقب ملك الغابة. عضة واحدة من فرس النهر تقول الكثير. مع عضة واحدة يمكن أن تقتل أسدا أو تمساحا. أعتقد أن الكثير منكم قد شاهد مقاطعا لأشخاص يرمون كل أنواع الفواكه أو أي شيء آخر في أفواهها ليتم طحنها بسرعة. لا يوجد سبب للشك بقوتها. عملية إنقاذ. بهذا ما سأسمي ما حدث للكلاب البرية في هذا الفيديو. كانت جالسة في مجموعة صغيرة عندما قفز فجأة أسد من الأدغال عليها. بفضل سرعته المذهلة وطفرته الفريدة سرعان ما أمسك به، وبالتأكيد لم يكن ينوي السماح له بالإفلات. مع ذلك فإن روح الفريق للكلاب لم تتركه حتى في هذه اللحظة الصعبة. تعاونت جميعاً وبدأت تدور حول الأسد لصرف انتباهه تدريجياً. يمكنك أن ترى ما أدى إليه هذا. نجحت في إفقاد تركيز المفترس، وفي تلك اللحظة هرب الكلب من قبضته ثم هرب بأسرع ما يمكنه.
في النهاية لم يتمكن المفترس أبداً من اللحاق بالمخلوقات الصغيرة، مما تركه بلا شيء. برأيي لم يكن خطأ الأسد، لقد فعلت كل شيء يلزم. كل ما في الأمر أن الكلاب كانت أكثر ذكاءً وتمكنت من الهرب. لا يسعني إلا أن أحييهم وأتمنى لهم أن يكونوا أكثر حذراً. حشد ضد واحد. عادة ما نكون معتادين على رؤية مثل هذه اللقطات، حيث يصطاد الثعبان طائراً وهذا المخلوق ليس لديه أي فرصة للهروب. لكن في ذلك اليوم تغيرت قواعد اللعبة وقرر عدد من الطيور معاقبة الصياد المخيف السيء. تجمعت الطيور وضربت الثعبان تدريجياً من جوانب مختلفة، نقروا ذيله وضربوه في عينيه وخدشوا رأسه. بعد هذه الضربات بالطبع لن تؤثر على الثعبان. مع ذلك عندما نتحدث عن الضغط المستمر هناك مسألة البقاء. مع ذلك فللذين كانوا قلقين بشأن الثعبان المطالبين بمعركة عادلة لا تقلقوا، نجا على الرغم من أنه عانى الكثير. الضجة بين الفيلة. إذا لم ترى بعد كيف يبدو القتال بين الفيلة فهذا الفيديو سيفاجئك. كانت العائلة الكبيرة من هذه العمالقة تعيش حياة هادئة وسلمية حتى زارتها فيلة أخرى التي أرادت الاقتراب من الإناث. لم يهتم الدخلاء إطلاقا بأي فيل أو أي شيء يقف في طريقهم، حتى أنهم دفعوا بعيدا هذه الفيلة الصغيرة التي أرادت فقط أن تكون قريبة من والدتها. سرعان ما اندلعت معركة بينها، من الواضح أن لديها شيء ما للقتال من أجله. عند هذه النقطة دق ناقوس الخطر في المجموعة. أدرك الجميع أن الوقت قد حان للهروب. اجتمعوا معا في مجموعة واحدة واندفعوا بأسرع ما يمكن. كان من المدهش كيف أنجب التوائم بعد هذا. اصطفت جميعا بحيث كان الصغار في الوسط وتحت حماية الكبار. جلبت دقائق الهروب الطويلة والمرهقة الأمان للعائلة. بغض النظر عن مدى إرهاق الصغار ظلوا مع أمهاتهم ولم يعد هناك شيء ولا أحد يهددهم بعد الآن. الكفاح من أجل البقاء. والآن سأريكم معركة بين الخيول البرية التي بدأت على خلفية النجاة في الطبيعة. المكان أو النهر بالقرب من المكان الذي عاش فيه الحصان الأسود قد جاف، لم يعد من الممكن العيش هناك. لذلك ذهب بطلنا مع عائلته للبحث عن مكان جديد، وكما يمكنك أن تتخيل وجدوا مكانا. ولكن كان هناك خيول أخرى تعيش هناك بالفعل بقيادة هذا الفرس الأبيض. الحل الوحيد هو القتال. يضمن الفائز لنفسه ولعائلته مكانا جميلا، وسيتعرض الخاسر العار ويخاطر بفقدان حاشيته بعد معركة طويلة وقوية الإرادة. لا يزال الفائز هو الحصان الذي وصل حديثا. هذا كل شيء. أخبروني في التعليقات ما هي المعركة التي فاجأتكم أكثر. شكرا للمشاهدة، وراكم لاحقا.